دعاء وتوسل إلى الله. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، تمر الليالي يا رب، قد تكون ليلة من هذه الليالي القادمة هي ليلة القدر. يا رب نرجوك، ودعاء هذه الليالي مستجاب، ودعاء الصائم مستجاب. اللهم ما من أحد يسمعنا الآن إلا وله عندك طلب ورجاء وأمنية، وأنت تستجيب الدعاء. يا رب ما كنا أشقياء عندما دعوناك، لم تردنا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. لم ترد الأماني، حققت الأمنيات، خاصة في رمضان. أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، لا ترد لنا دعوة في رمضان هذا العام. ارزقنا ووسع ارزقنا، وارزقنا الإخلاص، وافتح علينا وانصرنا، واغفر لينا، واهدي أولادنا واحفظهم، واجمع شملنا، وافتح علينا فتح كبير العام القادم يا رب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.